الزاكية بدمائه الزاكية أحمد ياسين قاضية إذن نحن اليوم معبئين بالنسبة لقضية أساسية بالنسبة للمغاربة وهي قضية ملك وشاب وهي قضية القضية الفلسطينية ونعتبر بأن هذه المحطة دقيقة جدا وينبغي التأكيد على أنه ليس هنالك حل آخر ما عدا حل إحداث دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. ثانيا نؤكد على أن هذا اليوم لا يمكن أن تكون هنالك أي صفقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ونعتبر بأن هذه القضية فهي قضية حق قضية وجدان بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للمغاربة وبالنسبة للأمة العربية والأمة الإسلامية وهي كذلك قضية تتطلب منا التعبئة الكاملة والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه المحنة. مرة أخرى فلسطين في قلب المغاربة ومرة أخرى فلسطين في قلب المغرب ومرة أخرى ياتي الشعب المغربي بكل مكوناته السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية اليمين والإسلاميين واليسار وغيرهم الشباب والنساء وغيرهم حتى الأطفال ياتي المغاربة ليقولوا بأنهم منخرطين في معركة تحرير فلسطين ومنخرطين في التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف فلسطين ومنخرطون في إسقاط صفقة العار التي يحاول ترامب ونتنياهو وعملائهما في المنطقة العربية الإسلامية أن يمرروها صفقة لن تمر ما دام هناك نبض في الشارع العربي الإسلامي لن تمر أساسا ما دام هناك شعب للجبارين هو الشعب الفلسطيني وأيضا ورشة البحرين لن تمر وإذا مرت فأي مشارك فيها سوف يكون خائنا وسيعامل على هذا الأساس من طرف أبناء أمتنا العربية والإسلامية. واليوم الشعب المغربي خرج من أجل قول لا لصفقة القرن، نحن نريد إسقاط هذه الصفقة المشؤومة صفقة العار ونقول لدولتنا المغربية لا يجب عليها أن تشارك في هذاك اللقاء ديال البحرين لأنه خدعة وما غاديش يحضر فيه ما غاديش يحضروا فيه الفلسطينيين، حنا غادي نحضروا نتفاوضوا في بلاصتهم. الفلسطينيين قالوا ماذا نريد؟ يريدون تحرير وطنهم وبناء دولتهم المستقلة ورجوع اللاجئين وبناء الدولة ديالهم العاصمة ديال القدس، هذا هو. خصنا ندعموا إخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة وما نخافوش من هذه الغطرسة الإمبريالية الصهيونية، والشعب المغربي راه هو واقف ومعاه واحد العدد ديال الشعوب ماشي فقط المغاربية والعربية والشرق الأوسط ولكن شعوب العالم الحر كلها اليوم تقول بصوت مرتفع لا لهذه الصفقة صفقة القرن صفقة العار. احنا بغينا هذه صفقة العار تكون فرصة لنا لنستعيد وهج النضال والدعم ديال الشعب الفلسطيني باش ينتصر لحقوقه لأن في انتصاره انتصار لنا كذلك. اليوم هذه المسيرة من قلب الرباط بمشاركة كل الأحزاب المغربية كل مؤسسات المجتمع المدني المغربي هي رسالة قوية دعما للشعب الفلسطيني دعما للموقف الفلسطيني الرافض للتخلي عن الثوابت دعما لأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وهي رسالة للإدارة الأمريكية أن هذه السياسة فاشلة ولا يمكن أن تمر ليست مرفوضة فقط من الشعب الفلسطيني وإنما هي مرفوضة من عمقنا العربي والإسلامي والدليل أن المغرب يخرج اليوم ليقول لا لصفقة تصفية القضية الفلسطينية ولا لأي محاولة للمساس بالثوابت وأن القدس يجب أن تكون عاصمة حرة للدولة الفلسطينية. Yeah, I love you.